الرحيم. نرحب بالأخ موسى علي حامد من السعودية، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. حياكم الله يا أهلا. مرحبا. الله يحييك ويعافيك إن شاء الله. في البداية كيف تعرفت على شركة المحيط؟ بواسطة الواتساب صادفنا عليهم واتصلوا بنا واتصلنا بهم حتى نسقنا معهم، وقالوا لنا حولنا المبلغ المطلوب حقهم اللي هو يبغونه، وحولنا المبلغ عن طريق البنك، حولنا لهم المبلغ واستقبلونا الحمد لله. منين ما جينا على الاستقبال في المطار استقبلونا في أحسن تكريم يعني، شالونا ودونا على المدينة اللي هي فيها هذا. حصلنا والله فندق 5 نجوم، دخلونا الفندق على 5 نجوم، قعدنا فيه ليلتين، كمان حولونا إلى بلد تانية كمان 4 نجوم، والحمد لله كل الفنادق 100 100 محترمة يعني اللي حولونا عليها، والحمد لله وارتحنا وكل شيء ومرتاحين. عفشك يجيك الحد اللي انت قاعد فيه المحل يعني عن طريق شركة المحيط، كل حاجة يجينا أول بأول. أول سيارات تجينا تودينا حوالي 8 ساعات في اليوم، في كل مدينة مرتين تجينا سيارات يعني، تجينا سيارات. أول ما دخلنا على من المطار ادونا ايش حقة التلفون هذه، شرايح تلفون ادونا، هي ناولونا حبتين، أنا واحدة وبنت حقتي واحدة، وصرنا نتصل عليهم يتصلوا علينا وقت ما يبغونا، وقت ما يكون السفر هم يقولوا لنا ترى انت بكرة عندك سفر، احنا ولا ندري احيانا ننسى انه بكرة عندك سفر، فهم يقول لك بكرة ترى انت عندك سفر للمدينة الفلانية لهذا، كلها احنا عمال نمشي معهم يعني اول باول، هم اللي يقولوا لك على الشيء. بكرة الجمعة قالوا لنا ان شاء الله ترى انت عندك سفر بكرة الى خلاص على السعودية ان شاء الله. قلت على هم اللي اتصلوا علينا وقالوا لنا وكل شيء يعني، ما عندهم اي تعب، ما تعبنا الحمد لله من جهة شركة ايش شركة المحيط. ما احترم الله الحمد لله في كل احترام، احترم الناس وتقديم كل شيء، واكل تقديم حاجات يعني، سيارات 8 ساعات معاك السيارة كل مدينة يومين يجي 8 ساعات، بعدين ينزلونك في محلات يعني بأقل سعر، ينزلونك في المحلات بالسيارة حقتهم إذا كان تبغى تاكسي ولا شيء يعني. الحمد لله والله كل احترام، احترمونا كل حاجة، ما نقدر نقول فيها شيء شركة المحيط. يا الله فيك إن شاء الله، وكل سنة إن شاء الله وأنت طيبين إن شاء الله، الله يوفقكم على هذا العمل والعمل الطيب هذا. هذا أهم شيء، هو ده العمل الطيب للإنسان، خدمة الناس أهم شيء، هو خدمة الناس للناس يعني، لما تخدم الإنسان هو يدعي لك أنت أنك خدمته. وندعي لجميعكم كلكم، ندعي لكم إن شاء الله، من عليها وعلى مديرها ورئيسها وإلى فراشها، إحنا ندعي له إن شاء الله بالتوفيق الحمد لله. شكرا وما قصروا معانا في أي كلام إن شاء الله. قلت بإذن الله، بارك الله فيك وترجع وتعاودها مرة ثانية إن شاء الله، بحول اللي ماله شريك وإحنا إن شاء الله نأخذ كروت منكم إحنا نوزعها في المدينة يعني، لو جاء أي واحد ولا شيء مستعدين إحنا نقول له خذ هذه الكروت روح للشركة هذه إن شاء الله. في أمان إن شاء الله. يا أهلا وفي أمان الله، في أمان الله. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا، سلام عليكم.